أول ما بعد سنتين كان عندي أول باتنت، أنا أول مرة أعرف يعني الباتنت اللي هي براءة الاختراع. براءة الاختراع دي يعني كانت يعني خاصة بالماتيريال اتسلف، يعني خاصة بالماتيريال بس. بالمادة نفسها. بالمواد كلها. في الفترة دي بدأنا نكون حاجة زي حاجة زي بيسموها كده نيو فاميلي اوف ماتيريالز. يعني عائلة جديدة عائلة جديدة من الماتيريالز أو من المواد. وسميناها اللي هي يعني اتش او ام اختصارا يعني. اتش او ام، وكان يعني وهذا طبعا حاجة عظيمة جدا طبعا إن هناك نوع من أنواع الماتيريال ويسمى باسمي أو يعني باسم الانستيتيوت على أي حال. فده يعتبر بالنسبة لي كان حاجة بداية كبيرة جدا. من هنا المنطلق بدأنا نعمل عملية. طب عادة ازاي بتقدر يعني ازاي، هل بيحتاج منك مثلا نوع من المصابرة ودقة الملاحظة لحد ولا ايه، ولا بتعمل علاقات بين المواد؟ الحقيقة انا مش عايز اتكلم تكنيكالي ساينس يعني لكن هو المشكلة المشكلة دايما عادة اللي انت تسألني اللي انا اضفته في خاصة مع another competition with other اللي هو ما نعمل يعني عملية يعني تنافس مثلا مع another group يعني مع مجموعات تانية. احنا يعني انا بكفي اقول لك ان احنا ممكن نعمل عمليه اللي هي الماس سكيل من الماتيريال دي نهضر بالكيلو. من المعروف لاي واحد يسمع لي ان الـ ان الـ ان انا بارتكلز اور سو اي حاجه من بتحضر بالجرامز وتاخد ويكس تاخد وان داي تاخد عشان تتحضر بالجرام عشان تحضرها بالكيلو بحضرها بالكيلو في يعني 30 مينيت في 30 دقيقة مثلا أو ساعة ممكن كده يعني حتى حضرتك أنا في لو مش عارف في فيديو لو في على اليوتيوب أو طب لو زملائنا لأنه الدكتور تقريبا كان جهز فيديو يا ريت هو دلوقتي يقدر يشرح لنا عليه لحضرتك ممكن أشوف عموما هم حالا أنا ممكن أشوف كده ولا لا هنحاول إن شاء الله على المونيتور ده يبقى قدام حضرتك برضه لو كده هنجيب لحضرتك المونيتور قريب على أي حال فهو بس عايزين نعرف قيمة المواد دي في حياتنا مثلا العلمية والصناعية يعني إيه أهميتها؟ إيه المواد دي أصلا؟ إيه العائلة الجديدة دي؟ هو أنا لازلت بقول إن الـ إن الماتيريال هي أساس كل شيء في الحياة على أي حال. إحنا كلنا أجسادنا والحياة كلها من الماتيريال. هو ده الفيلم الياباني اتفضل. نعم أنا مش عارف يعني أعدل نفسي كده. طب خلي حضرتك براحتك اتفضل بص المونيتور اتفضل. نعم ده حضرتك ده كان تقريبا ده الـ NHK التلفزيون الياباني. وكان بيعلن على نيو ديسكفري في على يعني اختراع جديد من انواع من انواع الماتيريالز. ايوه ازاي نتحكم في يعني استخدامها وازاي بيعملها اللي هو العالم اللي بيقول فيها. انا كنت اتمنى ان هو مش عارف بالياباني هل مذاع ولا لا لان كان لكن بصراحه كان ممتاز جدا لانه اول مره يذكروا فيها. انا دي ثالث مره ان انا اطلع في التلفزيون الياباني بهذا دي ثالث ديسكفري تم في اليابان. دي على يعني ازاله ماده زي ماده الزرنيخ من الميه من المياه. الزرنيخ معروف ان الزرنيخ ده عنصر توكسيك يعني اعلى عنصر يعني في التوكسيست بتاعه عالي جدا. توكسيست حضرتك توكسيست التوكسيست اللي هي السامية مادة سامة موجودة في المية موجودة كده. ده عبارة عن الهيفي ميتالز الهيفي ميتال اللي هي العناصر الثقيلة الموجودة في المياه. ودي موجودة في الحياة موجودة يعني موجودة مش عايز أقول يعني يعني إنها تكون موجودة بكثافة عندنا يعني مش عايز أقول أي أو لا بس على أي حال خلينا بعيد عن العناصر شوية لكن أقول لك مثلا الإحصائيات لأن أعلى نسبة موجودة في المادة دي في الأندر جراوند موتورز في المياه الجوفية موجودة في الهند شبه جزيرة الهند وخاصة بنجلاديش مثلا فاليونسكو والمنظمات الدولية بتعامل معها. ده تأثير ده عبارة عن المادة عندنا بدل نحط المادة بالضبط. ميزة المادة دي ايه؟ انها بتعمل ازالة ريموفال بيسمى بالانجليزي ريموفال انها بتعمل ازالة المادة السرنيخ لا انا مش مع الحركة انت بتحطها مثلا لو احنا نتخيل ان كوبات الشاي دي ولا كوبات مياه فيها مادة سامة والعياذ بالله فبتاخد بتزيلها وفي نفس الوقت هي بتديك حاجه كويسه قوي بتديك الانديكيشنز يعني ممكن اعرف ان من هنا في حاجه وحشه ولا لا فمسميها احنا اللي هي الطريقه حاجه اسمها السنسر اللي هي الانديكيشن بتديك لون بتغير اللون
الحقيقه في الفيلم كان مبين الكلام ده بالظبط اكزاكتلي يعني بالظبط ايه اللي مبين ازاي الماده دي بتكشف الميه. مش عارف لو هو الدكتور كان في تقريبا فيديو العمليه العلميه نفسها اللي هي دخول الماده في الميه وازاي بتكشف او بتكون دليل على اظهار الجزء السام في الماتيريال دي عباره عن ايه؟ عباره عن لو كوست، ما فيش فلوس خالص. عباره عن الومنا نانو روت حضرناها بطريقه ماس سكيل، زي ما قلنا ماس سكيل يعني ايه، بتحضر بالكيل. ودي صعبه جدا في المعامل يعني، انا اعتقد والله اعلم، لان حتى كان في الموفي كان في بتاع حاجه كبيره كده ان كان فيها حوالي 2 او 3 كيلو في الفيلم ده نفسه من الماتيريالز. فبتدي دي حضرتك تقدر يعني هنا في الموفي ده تاثير ماده الزرنيخ اصلا على جسم الانسان وعلى الحياه. ده الميكانيزم اللي بيحصل في البتاع ده. عباره عن تي باجز احنا نحطها. فانا كنت بشرح طبعا لليابانيين ان احنا اول التي باجز لما تخش بتحول الكالر، لو انت حضرتك بس شفت او كنت مركز ان ياخد لون بلو كالر اللي هو ازرق شويه. ده طبعا الانترفيو بعد ما خلصنا الديسكفري ده وكان جاي على التلفزيون. الحقيقه بصراحه ده اللون الازرق ده دليل على ايه بقى؟ تمام. اللون الازرق ده اللي بقول لحضرتك الانديكيشن، الدليل يعني. تتخيل مثلا ان احنا عندنا مثلا يعني اديتك حبات اسبرين او التي باجز ديت، التي باجز حطيتها في الكوبايه، هي لونها ابيض اصلا. التي باجز ابيض مع 5 دقائق ولا 10 دقائق بتلون لون الشاي لو عندك الماده دي. خد بالك لو عندك الماده دي في تركيز كام، دي مهمه جدا. التركيز كام، معظم التكنولوجيا الحديث اللي موجوده حتى في الوضع الحالي بتاخد من تركيزات عاليه. ودي مشكله كبيره. انا مش عايز اقول الكلام ده موجود عندنا في مصر ولا كده، لان احنا بنستخدم تقريبا نفس الماتيريالز في المحطات اللي هي عندنا بالظبط كده، محطات تنقيه. بس مش الماتيريال دي، الماتيريال عباره عن ماتيريال تانية امورفس، مش نانومتري خالص. الامورفس اللي هو ليس لها شكلا معلوم مجهوله. والاتوم ارنجمنت يعني ده بالنسبه للي يعلم في الساينس ان الشكل المعلوم بياتي اما ترتب الاتومز ثم الجزيئات او في شكل منتظم. وبتحصل عليها في سايز اللي قلت لك النانو ماتريكس ده عباره عن نانو ماتريكس. انما لو هي هنا يمين هنا شمال والبوندز مش مساويه والعمليه فمسميها امورفس. امورفس اللي خلاص هي شيء مش منضبط او مش نعم شكل مش ليس منتظما في الشكل، ما تقدرش توصفه بشكل رياضي. مش سنجل كريستال يعني. يعني الكريستال دي الشكل البلور ليس له شكلا بلوريا بيعملوها كده. شكل البلور ده احدث اشكال المنتظم. يعني فعلى اي حال هذه المواد لانها لها شكل منتظم وشكلها عباره عن زي النانو تيوب كده، فبتحمل بتاخد التارجت اللي هو زي الهدف ده الهدف من الميه. ايا كان الهدف، مش الزرنيخ بس، ده احنا تقريبا يعني معظم العناصر تقريبا خلصنا فيها. افهموا انه يعني الدكتور شريف يقدر يقدم لمصر وسيله للتعرف على كل الأشكال التي أنا لا أتحدى في الكلام، لكن أقول لك بمنتهى السهولة واليسر، لأن هذا كلام يعني مع كمبانيز ميني كمبانيز في شركات في عالمية وفي داخل اليابان في ناشونال وإنترناشونال. لما عملنا الديسكفري ده حوالي في جانيري في يناير الماضي، اكتشاف ده في يناير. مش عايز أقول لحضرتك يعني إيفري داي يعني كل شركات كبيرة بتتصل وهذا ميتنج يعني. لا ده كتير جدا بصراحة، لأن ده موضوع كبير جدا. إحنا الأولى هنا لأنه إحنا بنعاني من مشكلة. أنا نسيت اقول لك بس عشان تاخد بالك من الموضوع اللي هي، لان انا لازم اعمل عمليه زي المقارنه بالظبط. انت هنا بتستخدم الحاجه، فلو تركيز العناصر دي والمواد السامه ليس فقط الزرنيخ وغيرها من العناصر السامه اقل من المستوى اللي انت بتشيله، فده بتعدي بتروح لمين؟ للمستهلك على اي حال. للي بيشرب خلاص. فمن الصعوبه طبعا تحط انت كلورايد، انت عارف الكلورايد الكلور الحاجات التقليديه اللي احنا بنستخدمها، وتعمل عمليه زي البريسبيتيشن مثلا، وتقول انك انت بتعدي مثلا 10 اشخاص 9 و10 اشخاص 12 مثلا. فده على اي حال نسبه كبيره قوي بتعدي من التلوث ده. البرميسبل ليفل ان ذا وورلد اللي هو الحد المسموح له في ميه الشرب انك تشربه مثلا عالمية. بماده زي ماده الزرنيخ ده 10 من البليون بي بارت بير بليونز 10 من البليون لو هو 20 من البليون يعني انت بتاخد ضعف طبعا انت بتشرب. احنا بنشرب يعني، انت مش بتشرب كوبايه بس في اليوم، بنشرب ما شاء الله
فدي بتبقى مشكله كبيره جدا. طب حضرتك شايف بصراحه شديده، انا عارف طبعا انك علميا مش هتقدر تقول أنا درجه معينه عشان الامر يبقى واضح، انا ما عنديش اي ستاتستيك عن مصر. مصر لكن اعلم تماما انما التصور بالملاحظه، ملاحظه عالم متخصص تمام، اي اللي في الميه اللي في المياه المصريه هذه مشكله كبيره جدا في مصر. معظم الامراض بلا استثناء جايه من الماء، حتى في العالم كله على اي حال 80% من الامراض جايه من تلوث المياه، 80% ده إحصائية مش إحصائية تانية، ده إحصائية الورلد هيلث أورجانيزيشن، المنظمة العالمية للهيلث للصحة، فدي حاجة كبيرة.